أهلا بكم مشاهدينا في نشرة استدامة. شارك السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في الفعالية رفيعة المستوى عن أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وخلال المشاركة قدم السفير ورقة عمل أكد في بدايتها على التزام مملكة البحرين التام بكافة المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي وقعت عليها، كما تطرق إلى أثر التغير المناخي على تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية، لا سيما حق الإنسان في الحياة الذي يعد جوهر المواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أثر التغير المناخي السلبي على حق الإنسان في التمتع ببيئة صحية مستدامة. تقدم مملكة البحرين الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة، وسعت إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع لتحسين كفاءة الطاقة، من ضمنها وضع البرنامج الرقابي على منتجات الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل والعمل على تنفيذ مشروع منع استخدامها، تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 8 مدارس حكومية، وإنشاء مصانع للألواح الشمسية، وضع استراتيجية وطنية لدمج المركبات الكهربائية ضمن منظومة التنقل في مملكة البحرين، ومشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في حلبة البحرين الدولية، مبادرة ربط المباني الحكومية بشبكة التبريد المركزي، والاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الحدائق والسواحل والملاعب، إنشاء مركز البحرين التجاري العالمي باعتباره أول مبنى يستخدم تقنية طواحين الهواء لحماية واستدامة البيئة وتقليص نسبة الكربون. وتأتي جميع هذه الخطوات والإنجازات تحقيقا للخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة التي تم اعتمادها عام 2018. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الله العباسي، مدير برنامج الطاقة والبيئة في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. مرحبا بك معنا في نشرة استدامة. لو تحدثنا أكثر عن مبادرات وخطط مملكة البحرين المستقبلية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة. طبعا حابة في البداية أشكركم على الاستضافة وعلى تسليط هذا الضوء على هذا الموضوع الحيوي والمهم، واللي احنا اليوم يعني نشهد فيه تحولات كبيرة في مملكة البحرين. وبالنسبة إلى المبادرات، يعني مملكة البحرين أطلقت الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في عام 2017، وهذه الخطة وضعت خارطة طريق وآلية عملية للوصول إلى الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. طبعا الخطة الوطنية لما وضعت في 2017 كان هدفها أن احنا نوصل إلى 5% من الطاقة المتجددة من مجموع خليط الطاقة الوطني في عام 2025 و 10% في 2035، إلا أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في غلاسكو في كوب 28 أعلن أن إحنا بنضاعف هذه الأهداف الوطنية حق 2035 من 10% إلى 20%. نعم. بالإضافة أن سموه أيضا أعلن التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في عام 2060. طبعا هذه الإعلانات يعني أيضا يعني صاحبها كثير من المشاريع التي انطلقت يعني مؤخرا، وايضا وجود يعني قضيه مهمه في الوقت الحالي ان اعاده تشكيل الشركه القابضه للنفط والغاز النوغا هولدنج تحت مسمى بابكو انرجي تحت يعني تحت يعني قياده سمو الشيخ ناصر بن حمد. طبعا هذا ايضا وضع تصور اشمل في قضية ضم تحول الطاقة ليس في قطاع الكهرباء فقط، لكن أيضا في قطاع النفط والغاز، وهو ما تعكف عليه الآن بابكو إنرجي لوضع خطة وطنية متكاملة تشمل قطاع الكهرباء وتشمل قطاع الغاز والنفط. فإحنا يعني انطلقنا في مشاريع ضخمة جدا،
وتحولات كبيرة ستشهدها مملكة البحرين في هذا القطاع الحيوي، وهذه من يعني وهذه من الأمور اللي يعني تتوائم مع نعم. التوجه العالمي، وهو أيضا يتوائم مع توجه الحكومة الرشيدة في هذا القطاع المهم. نعم، الدكتور عبد الله العباسي مدير برنامج الطاقة والبيئة في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك. أطلق المركز الوطني السعودي لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية 85 كائنا فطريا مهددا بالانقراض. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن برنامج الإطلاقات يهدف أساسا إلى إعادة الأنواع المحلية المهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية، ويعد من إحدى مبادرات السعودية الخضراء وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الإحيائي، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة. نجح فريق علمي بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان في إنتاج أول 100 لتر من الديزل الحيوي المستخرج من نواة التمر، تم استخدامها في تشغيل حافلة خضراء هي الأولى من نوعها بالوطن العربي تعتمد على هذا الوقود. التفاصيل مع مراسل تلفزيون البحرين في مسقط أحمد الدرمكي. أول حافلة بسلطنة عمان تعمل بواسطة الديزل المدمج مع الوقود الحيوي، لتدخل الحافلة في خدمة اسطول النقل البري لشركة مواصلات العمانية. هذا المشروع العلمي في 2015 بالتمويل من مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان، وبدأت كفكرة هل ممكن نستخلص الزيت من نوى التمر اللي هو يعتبر يعني من المخلفات ونحولها إلى وقود حيوي. فاستمر البحث عدد من السنوات بالمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين، وتخلصنا إلى النتيجة أنه نعم ممكن إحنا نستخلص البايو ديزل أو الوقود الحيوي من زيت نوى التمر. هذا منتج الوقود الحيوي مستخرج من نوى تمر النخيل، عكف على إنتاجه هذا الفريق العلمي في مختبرات جامعة السلطان قابوس قرابة 7 سنوات، مر فيها بالعديد من العمليات ليصبح اليوم طاقة نظيفة تحرك الحافلات. المحتوى العلمي مثبت علميا، البايلوت سكيل اللي هي المرحلة ما قبل الإنتاج الصناعي أيضا أثبتناها بتسيير الحافلة بنجاح الحمد لله، يعني استمرت لمدة تقريبا 2 شهر وهي تنقل الطلبة في المدارس أيضا. ولكن المرحلة القادمة هي المرحلة اللي فيها أكبر تحدي، لأنه الانتقال من المرحلة اللي هي ما قبل الصناعية إلى الإنتاج الصناعي يعني يحتاج تتغلب على كثير من العراقيل، منها الحصول على المواد الخام. نحن انتجنا وقود من مخلفات، أحد المخلفات اللي هي المنتشرة في السلطنة وهي نوى التمر، اللي كان ما يستفاد منها إلا لصناعة القهوة في فترة من الفترات، لا زالت مستمرة ولكن على نطاق ضيق. فإحنا استنبذنا هذه الفكرة من إن ليش إحنا ما ممكن نعيد تدوير هذه المخلفات، ننتج وقود صديق للبيئة ويكون نسبة ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من احتراقه أقل من الوقود الأحفوري. ويتميز هذا الوقود وفقا لنتائج التحاليل المختبرية المحلية والدولية بجودته وتقليله من الانبعاثات الملوثة للبيئة، إلى جانب توافقه مع المواصفات العالمية كما يؤكد هذا الفريق العلمي. إنجاز هذا الوقود يعزز توجهات سلطنة عمان إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، إلى جانب تحويل المعرفة إلى عوائد اقتصادية وطنية. لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن مبارك الدرمكي، سلطنة عمان.